وينضم إلينا للحديث عن الانتهاكات الحكومية ضد المدنيين في قضاء القرمة في الأنبار واستمرار ترويع السكان في العراق بشكل عام من عمان الأستاذ مكن نزال، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. مرحبا بك معنا أستاذ. أستاذ مكي، تحدثتم في بيانكم عن انتهاكات حكومية تجري بشكل ممنهج ضد أهالي منطقة القناطر في قضاء القرمة التابع لمحافظة الأنبار، ما الداعي لهذه الضغوط الأمنية على السكان وفي هذا التوقيت بالذات؟ يعني هي مناطق منطقات، ولو أن ما يجري هو عام في عموم المناطق التي نسميها المنتفضة أو ما تواجد غير الحكومي، المهم أن القضية ممنهجة لترحيل الناس من ناحية، ومن ناحية التضييق عليهم لكي لا يكونوا فاعلين في المجتمع. نعم، يعني هذه المناطق فيها عناصر كبيرة من الناس الذين تعارض الحكومة ولو بصمت، وهنا يأتي موضوع تطهير هذه المناطق على ما يسمونه إفراغها من هذه من العناصر الغير راضية بسياسات الدولة. نعم. زائدا ترهيب الناس لكي لا يكونوا فاعلين في هذا المجال. نعم، لكن السؤال المطروح الآن هو عن المستفيد من هذه العمليات وإعادة استخدام ورقة الطائفية ضد المدنيين، لا سيما في مناطق ديالى والأنبار وبغداد. نعم، الطائفية هي سلاح هذا النظام. الطائفية سلاح هذا النظام الذي استخدمته لتجييش جزء من العراقيين في صفها. نعم. الآن هذا الجزء من العراقيين، ونقولها صراحة الشيعة من العراقيين، فهم الموضوع ولم يعد ينطلي عليه هذا الذي تقوم به الدولة النظام، ولكن ما زالت هذه الأجهزة تحاول توظيف الطائفية على الأقل لتضمن جزءا من هذا الجزء ليكون خلفها، وذلك بترويعه وتخويفه من داعش، تخويفه من البعثيين، وتخويفه من السنة عموما. وهذا هو سلاح الاحتلال ويتبعه النظام في بغداد. دائما يستخدمون الطائفية للتفرقة ولتخويف جزء من العراقيين من جزء آخر هو بالحقيقة ليس عدوه، وإنما هم شعب واحد لا يتجزأ. نعم. طيب، تحدثتم في بيانكم عن إتاوات يتقاضاها المسؤولون العسكريون عن منطقة القناطر وقضاء القرمة. أولا، ما معنى أن يتقاضى هؤلاء العسكريون إتاوات من أبناء الشعب العراقي؟ ولماذا لا تقوم الحكومة والأجهزة الأخرى بدورها في محاربة هذه الظاهرة؟ الحقيقة من يحارب من هذه الإتاوات؟ حيث يوجد هذا الذي يسمى جيشا، وهو في الحقيقة ليس جيشا، هو جزء من هذه العصابات، حيث يوجد هو يتقابل الأتاوات، ومن سيحاربه؟ يعني الذي يحاربه هو أيضا يتقاضى أتاوات أو يمارس فسادا من نوع آخر في مكان آخر. لا يوجد في هذا النظام من يستطيع أن نستطيع أن نقول أنه جزء من دولة حقيقية تحاسب. لا يوجد. هذا النظام كله احترق وأكله الفساد، والإتاوات عرفناها منذ الاحتلال. حتى الأمريكان الذين يدعون كانوا إن لم يتقاضوا إتاوة فإنهم كانوا ينهبون ويسلبون، وجاءوا بهؤلاء معهم. والنظام مشى على هذا الطريق منذ 17 عاما ولا مجال لأن يحاسب أحد في هذه الظروف. ما المطلوب اليوم لتصحيح أوضاع هذه المناطق المستهدفة أستاذ مكي؟
الله هي كارثة كبرى والحلول صحيحة. نعم. يعني لا بد أن نقول أن التغيير الشامل هو الحل ونصر على ذلك إلى أن يحققه الله، لأن الحلول الجزئية غير متوافرة بسبب ما قلته لك أن لا أحد شريفا في هذا النظام يمكن أن يتبنى موضوع الإصلاح والضرب بيد من حديد على الفساد بكل أنواعه ومنه الإتاوات. ولا بد أن أنوه إلى أن من يسمون بممثلي هذه المناطق في البرلمان هم جزء أيضا من هذا الفساد، ولا يمكن أن يكونوا جزءا من الحل. ولا نقول إلا يعني للعراقيين اتحدوا وحاربوا هؤلاء إلى أن يقضي الله أمرا كان مفروضا. شكرا جزيلا لك الأستاذ مكي النزال، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.